اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الاعزاء مجددا في حديث الاخبار في هذه الفقره الاخيره من هذه الحلقه. نحاول ان نقرا في تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه من الناحيه والتداعيات الاقتصاديه على اوروبا وعلى مصر وعلى العالم اجمع جراء هذه الحرب او العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الفقره الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الحقيقه انه التحضيرات الجديده او مش الجديده يعني المهمه في الفتره الحاليه النهارده واليومين اللي فاتوا يمكن من ازمه غذاء عالميه واكثر من زعيم واكثر من رئيس حذر واكثر من مسؤول حتى في جهه امميه او في جهه دوليه حذر من ازمه الغذاء. من ستطال هذه الأزمة في رأيك يا دكتور؟ وهل هذه الدول اللي فرضت العقوبات أو الغرب أقصد هي متضررة بدرجة أكبر؟ طبعا هو أولا احنا عندنا أزمة غذاء وأزمة طاقة وأزمة توظيف، يمكن دول ثلاث أزمات يعني عالمية موجودة على مستوى العالم بشكل كبير جدا. لو تحدثنا على أزمة الغذاء هنجد ان طبعا روسيا واوكرانيا دول بيطلق عليهم سله غذاء العالم. لما دول بيتحكموا في 30% من الاقماح على مستوى العالم، بيتحكموا في اكثر من 18 الى 20% في المحاصيل الاخرى الزراعيه زي الذره زي بعض البقول ايضا المعادن. فكل ده نتج عنه انه لما يتوقف الانتاج في هذه الدولتين او عدم قدره اوكرانيا اليوم انها تقوم بالتصدير ووجود فرض عقوبات على روسيا، وبالتالي هيقل معدل الغذاء ومعدل اللي هو سلاسل الامدادات على مستوى العالم بتقل. ده معناه ايه؟ معناه ان الدول الاوروبيه هتتعطل وهيكون هناك ارتفاع شديد جدا في معدلات واسعار الغذاء والاطعمه داخل الدول دي. نتيجه ان عندي ازمه ان سلاسل الامدادات انخفضت، ان الحجم الانتاج قل، عدم قدره اوكرانيا على التصدير ومتوقفه تماما، عقوبات على روسيا، وبالتالي ان فرض العقوبات على روسيا يمكن اكثر الدول اديرت به هي الدول الاوروبيه وليس روسيا. طبعا اديرت لكن الدول الاوروبيه ايضا اديرت، فدي ازمه هيعاني منها العالم. هينتج عنها ايه؟ زياده في ارتفاع الاسعار، يعني معناها تضخم او معدلات تضخم زياده. النهارده احنا بنتحدث الولايات المتحده الامريكيه 8.5% تضخم، ويمكن الرقم ده لم نسمع عنه من قبل يمكن من 20 او 30 سنه. نفس الكلام دول الاتحاد الاوروبي متوسط من 6.5 الى 7.5 معدل تضخم. الارقام دي يعني الذي لا يعلم ان الولايات المتحده الامريكيه معدل التضخم فيها كان نص او واحد، اقصى حاجه 2%. دول الاتحاد الاوروبي كلها وحتى انجلترا خارج الاتحاد ما بين 2% 3% اقصى تقدير. لما يوصل ل 7.5 والولايات المتحده توصل ل 8.5، طبعا دي ارقام يعني او معدلات عاليه جدا. ودي بدات هنا بدا هناك اجراءات بتقوم بها هذه الدول من رفع معدلات الفائده عشان تجبح جماح او تقلل. سنتحدث عن تفصيلا عن ما يتعلق برفع معدلات الفائده من الفدرال الامريكي يعني، لكن زي ما حضرتك قلت هذه الازمه منذ بدايه العمليه العسكريه الاقتصاديه تحديدا او التداعيات الاقتصاديه لها بدأت بأزمة في سلاسل الإمداد، ومن ثم انتقلت إلى أزمة في ارتفاع أسعار الوقود، والآن نحن نتحدث عن أزمة في البطالة والغذاء أيضا. الغذاء هو الأهم ربما كما تحذر كل المؤسسات الاقتصادية العالمية. فيما يتعلق بأزمة الوقود، وكنت أسأل مراسلنا في نيويورك ياسر نور الدين عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية هذه العملية العسكرية قال أنه سوف يطرح ويخرج ربما 30 مليون برميل من الإدارة الأمريكية من الاحتياط الأمريكي و30 مليون آخرين من بعض الدول الأخرى في السوق العالمية للنفط، ورغم ذلك الأسعار تبدو أنها لا تنخفض حتى هي انخفضت بسيط يعني وعادت مرة أخرى في الولايات المتحدة. ما السبب المباشر يا دكتور؟ السبب المباشر لأنه روسيا دولة يعني عظمى ودولة كبيرة جدا في مد الغاز الطبيعي على مستوى العالم. روسيا بتصدر 199 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لدول الاتحاد الاوروبي والدول الاسيويه، وده كميه كبيره جدا لا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع الدول الاخرى الاسيويه انها تقوم بانها تكون بديل لروسيا في هذا الوقت. وبالتالي ان ارتفاع او وجود عقوبات على روسيا يمكن هتمنع ان او تحد من زياده الحجم اللي بيتم ارساله للدول الاوروبيه. ايضا نفس الكلام في النفط، النفط برضه لا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه انها تمد العالم باستخدامات او على الاقل دول الاتحاد الاوروبي باحتياجاتها من النفط، لانه في الاخر انا عندي روسيا عندي اتفاقيات حتى الدول العربيه لا تستطيع. ليه؟ لانه حتى الشركات الكبرى ارامكو وغيرها هذه الشركات فيها عقود حاجه اسمها العقود الاجله متفق عليها،
فلا تستطيع هذه الدول ان توفي بعقود جديده وهي ما زالت في حق يعني في احضان عقود قديمه متفق عليها ومباما بينها، وبالتالي هتحقق خسائر او يكون يعني ملاذ اخر اللي هو اللجوء للمحاكم الدوليه، وبالتالي هناك زياده في الاسعار. وهنا احنا يمكن بنتكلم عن انه ليه لحد دلوقتي الدول الاوروبيه ما اوجدتش بديل لروسيا. صعب ان يتم ايجاد بديل. يمكن هناك الحديث الان عن ايجاد بديل، حتى كل الحديث اللي بيتم الان بيقال انه البديل سوف يكون في اواخر 2023 او اوائل 2024، لانه البديل بدل الغاز ايه؟ انه هياخد جزء من الغاز من مصادر اخرى، ممكن تكون الدول العربيه، ممكن تكون مصر من احد الـ يعني الدول المؤهله لذلك، الجزائر ايضا من خلال خط الانابيب ما بينها وبين ايطاليا، وايضا الولايات المتحده الامريكيه، وايضا التوجه الى ما يطلق عليه بقى الطاقه البديله، سواء كان طاقه شمسيه، طاقه الرياح، انها تعوض بدل الغاز الطبيعي. وايضا هناك حديث عن اعاده بعض المحطات النوويه التي توقفت بسبب البيئه والمناخ. بس كل ده عشان يتم اعادته على الاقل يحتاج من 3 سنوات الى 5 سنوات، فدي فتره للاسف يعني هتبقى طويله. هيكون في هذا الوقت المهيمن والمسيطر هي روسيا، لانها هي التي المصدر الاول للغاز واحتياجات الغاز الاوروبيه من دوله روسيا. يتقاطع في هذه الازمه ما يحدث في الصين من اغلاقات بسبب ازمه كورونا، وبسبب ايضا ارتفاع النفط بشكل عام. الصين تضررت بشكل مباشر ايضا من ارتفاعات النفط التي تستورده بشكل اساسي من الخارج، بشكل اساسي من دول الخليج، وايضا هناك جزء من روسيا. صحيح. الصين هو رقم صعب وفي المعادله الاقتصاديه في العالم. هل يمكن للصين اذا ما اغلقت بشكل كامل ان تضاعف من تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه حاليا؟ طبعا الازمه الحاليه يعني هي جاءت مجموعه من الازمات متتاليه، هي ليست ازمه روسيا واوكرانيا فقط. احنا بنتحدث على ازمه كوفيد 19 اللي بدات من مارس 2020 واستمرت لغايه منتصف 2021، ثم جاءت ازمه الغذاء وازمه المناخ العالميه، والفاو منظمه الفاو اعلنت ان هناك انخفاض في المحاصيل الزراعيه، ثم جاءت الازمه الروسيه. فتعتبر الازمه الروسيه الاوكرانيه هي القشه التي قسمت ظهر البعير اللي هي جاءت خلاص. فالنهارده اغلاق تاني الصين، والصين زي ما حضرتك تفضلت وقلت رقم صعب. الصين تاني اقتصاد على مستوى العالم ان لم تكن الاول، لان كل المصادر والارقام اللي احنا بنستقها من الصين بتاتي من الصين وليس من خارج الصين. يعني ما فيش مثلا الامم المتحده، البنك الدولي بيدينا بيان، الصندوق النقدي الدولي، لا، الصين هي التي تعلن انا بنتج قد ايه. فهي تاني دوله على مستوى العالم بما تعلنه، لكن الحقيقه الصين لا، الصين هي تعتبر الأول اقتصاديا، وبالتالي هي بتتحكم في من 16 إلى 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكافة المصانع وكافة السلع أو 80% منها تقريبا على مستوى العالم إن لم تكن تصنع في الصين ففي أجزاء منها تصنع داخل الصين، اللي هو الجزء المكون بعض المكون. يعني لو جبنا مثلا موبايل أمريكي نوع 40% منه بيصنع داخل الصين، عربيات اللي هي الكهربائية تسلا وغيرها يصنع اجزاء منها داخل الصين. صحيح. هو حتى منذ قليل كان معنا مراسلنا في فرنسا وكان بيتحدث عن هذه الجزئيه، لانه كان في تقرير الاحصاء الفرنسي كان متعلق بانه كل ده هيتضرر بدرجه كبيره داخل فرنسا نتيجه الاجراءات الجديده في الصين. وهو حتى ذكر لنا انه في بعض المعدات او بعض الادوات اللي بتيجي من الصين زي ما حضرتك بتذكر. على ذكر الاختلاف بين ازمه كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اللي هي زي ما حضرتك قلت القشة، كان في فرضية بتقول إنه في محاربة جائحة كورونا كان العالم كله متضامن، يعني كان في حالة من أو محاولة خلق التضامن، وكان في يمكن توجه نحو التجارة الإلكترونية والتطور التكنولوجي استخدامه بدرجة أكبر علشان كل الدول كانت متأثرة. لكن إحنا هنا في حالة صراع، يعني في حالة صراع، هي دول بتفرض عقوبات على دولة كبرى وفي حالة من الصراع. إيه النقاط اللي يمكن تكون إيجابية من هذه الأزمة؟ اولا زي ما حضرتك قلتي هي صراع فعلا، هي حقيقه صراع، لانه النهارده احنا بنتكلم على دول الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحده في جانب، الصين وروسيا وبعض الدول الاسيويه في جانب، صراع على هذه الازمه. هل هي ازمه حقيقيه؟ هل روسيا هي عندها حق؟ لا، اوكرانيا اللي عندها حق. ففي صراع عالمي على مستوى العالم ككل، ده نتج عنه فرض العقوبات على دول تمثل نقطه اساسيه او رقم صحيح في معادلة الغذاء على مستوى العالم، سواء كانت في الأقماح، سواء كان في المحاصيل الزراعية، سواء كان حتى في المعادن، سواء كان في الطاقة، في الغاز الطبيعي،
كل ده أثر سلبا على العالم وأثر بشكل كبير. طب أنا النهاردة هذه الأزمة هينتج عنها أو هذا الصراع هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه أنه طول ما هو في صراع موجود كل ما العالم هيكون هيزيد يعني أثر سلبي ليه، سواء كان في معدلات توظيف، والنهاردة حتى منظمة العمل الدولية أعلنت أن معدل البطالة في أوكرانيا تجاوز الـ 4.8 مليون، وعلى مستوى العالم كان تم الإعلام منذ شهرين تقريبا أنه فقد وظائفه على مستوى العالم بسبب كوفيد 19 وهذه الأزمة أكثر من 320 مليون مواطن على مستوى العالم. فإحنا بنتحدث عن أزمة يعني بتضر العالم ككل، وبالتالي يمكن اللي إحنا شايفينه أن الأزمة دي صعوبتها أنها جاءت بعد كوفيد 19، وبالتالي فإنها أزمة آتية بعد أزمة موجودة طاحنة استمرت لمدة سنة ونصف تقريبا لغاية ما الأمصال واللقاحات انتشرت. صحيح. وبالتالي كان جزء التعافي نتج طيب عنه. طيب يعني دكتور ما فيش أي إيجابيات ممكن لا في إيجابيات تكون موجودة، لأنه كمان البعض بيسلط الضوء على أسواق النشئة أو أنها ممكن تكون مستفيدة من لا الأسواق النشئة يمكن تعتبر أكثر الأسواق تضررا مش 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 مكسبا. ليه؟ لأنه الأسواق النشئة كانت بتستمتع بإيه أو بتتمتع بإيه؟ بتتمتع أنه بيأتي لها مستثمرين بيطلق عليه استثمار غير مباشر اللي هو في البورصات وفي أذون وسندات الخزانة، وكان بيأتي بتدفقات مالية نقدية بعملات أجنبية ويتم ممارسة التجارة فيه ثم يحقق أرباح ثم يعود إلى بلده بدورة سريعة اللي هي بيسميها الهوت ماني. معظم التدفقات النقدية في أسواق النشأة توقفت ذهبت إلى الولايات المتحدة أو ذهبت إلى الولايات المتحدة طبعا لأنه هناك نسبة رفعوا سعر الفايدة إلى 1% ومتوقع كمان أنها تزيد خلال الفترات القادمة بالضبط نوصل لـ 2.5 و3 وبالتالي بدأ يطلع. طب ليه بدأ يطلع؟ عشان برضو الناس يعني تاخدها معظم اللي كان بيجي لنا ده كان عبارة عن إيه؟ يا إما شركة يا إما شخص هو ما عندوش أموال، هو كان بيطلع لأحد البنوك بيحصل على قرض أو تمويل بمثلا بمليون ب10 مليون دولار بفايدة 0.25% أو فايدة زيرو، يجي الفترة هنا 3 أشهر 6 أشهر يتاجر بيهم في البورصة أو الأسواق الناشئة في مصر في تركيا في الأرجنتين في البرازيل أيا كان، ويبدأ يعمل دورة سريعة لرأس المال الخاص به يعود بمكسب 2% تقريبا يدفع الضريبة عنده عن في الدولة الفايدة. ثم بالظبط لا يطلع هناك يرجع الفلوس ويدفع فايدة إما صفر إما 0.25% دلوقتي فايدة القرض زادت عن 1%، 1% ده فندم فايدة الإيداع وليست فايدة القرض، فايدة القرض في أمريكا 1.25 أو 2.6 فهو خلاص بقى النهارده هاي ريسك، أنا آخد بواحد وربع وأجي أكسب هنا 1.5 يبقى أنا عندي مكسب 0.25% استحالة. فيبقى هو هرب بالفلوس بتاعته يقول لك أرجعها تاني حتى لو عندي فوائد مالية أسيبها في البنوك الأمريكية هحقق 1% أو 2% طيب. مع زيادة ارتفاع الأسعار مع الارتفاع المتوقع لمعدلات الفائدة من الفدرالي الأمريكي، هل كل ارتفاع وهو متوقع 6 ارتفاعات ربما او ما صحيح هم اعلنوا ان هناك 6 ارتفاعات خلال عام 22، هل مع كل ارتفاع سوف يصدم الدول الناميه، سوف يؤدي الى حدوث صدمه ماليه ونقديه واقتصاديه في الدول الناميه والاسواق الناشئه؟ هو بص الاجابه يعني اولا يعني الاجابه صعبه عشان يعني افتي النهارده الان ماذا سيحدث ده صعب، لكن هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا اشكاليه، انا معظم الدول في العالم مرتبط عملتها بعمله الدولار لأن الدولار هو العملة اللي بيقيم بها العملات جميعا، يعني كل حاجة بتتوقف على تحويلها إلى سعر دولاري، وبالتالي عندما يرتفع سعر الفايدة بيتلجأ بعض أو معظم البنوك في الدول إلى ارتفاع سعر الفايدة، ربما الدول العربية كانت يعني أسرع الدول اللي توجهت للزيادة لأن برضو الدول العربية خاصة دول الخليج معدل لا غير كده معدل الفايدة هناك 2% و2.5 فلما يزيد البنك الفيدرالي 1% لازم هو يرتفع، لكن بالنسبة لنا احنا كدولة مصر احنا عندنا لغاية 18% فأنا متجاوز النسبة اللي هي مأمولة، فأنا ارتفاع بالنسبة لي أنا هيبقى من الصعب أو حتى لو تم ارتفاع هيبقى ارتفاع محدود بالإضافة لارتباط أسعار النفط بالدولار وما يسمى بترو دولار، وبالتالي بالضبط فهو وبالتالي النهاردة خلي بالك حضرتك برضو احنا قدام حرب تكسير عظام ما بين برضو ناحية أوروبا وأمريكا من ناحية والدول الآسيوية على رأسها روسيا والصين من ناحية، النهاردة بدأت دول كثيرة تتاجر بينها وبين بعض، يعني النهاردة روسيا أعلنت قالت لك أنا هدي الغاز بموجب إيه؟ الروبل أو الذهب ما تدينيش أي عملة تانية، وبالتالي حافظت على النهاردة يمكن البنك الدولي أعلن أنه أفضل أداء للعملة على الروبل من دول الناشئة رغم أن في حرب بقالهم 3 أشهر بيحاربوا وبيتقاتلوا الا ثلاث بقالهم هم افضل عمله، والنهارده الروبل بيساوي 64 ال 64 روبل يساوي دولار، فده معناها ان هناك
عنده هو عايز يميل إلى استخدام العملة المحلية، ما بينه وما بين الصين، ما بين الصين وما بين السعودية في كلام إن يكون تبادل الغاز، تبادل النفط بيه عن طريق العملة المحلية. وبالتالي أعتقد إن هذه الأزمة هينتج عنها تغير في الجغرافيا الاقتصادية على المستوى العالمي. صحيح. هينتج عنها دول كثيرة تطلع. طيب دكتور، حضرتك قلت صعب تجزم بأنه يكون في كل مع كل رفع فائدة للفدرالي الأمريكي بتتأثر الدول النامية أو الأسواق الناشئة بهذا الرفع، لكن بالتأكيد في بعض المحددات اللي من خلالها نقدر نقول أنه هذه الدولة ستتأثر أو لا. صحيح. ستتأثر بدرجة كبيرة أو لا. إيه المعايير أو المحددات اللي نقدر نقول أنها لو موجودة في دولة التأثير هيكون أقل ضرر أو التداعيات هتكون أقل؟ لو عند الدولة دي عندها اكتفاء ذاتي أو شبه اكتفاء ذاتي من الغذاء وشبه اكتفاء ذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، والنهاردة بتسعى جميع الدول إلى ترشيد الإنفاق على مستوى الشعوب وأيضا ترشيد الإنفاق على مستوى الحكومات والدول وإعادة ترتيب الأولويات، يمكن دي المحددات الأساسية. كل ما الدولة هيكون عندها حجم كبير من الغذاء ومن الاحتياجات الخاصة بها وتقلل فاتورة الاستيراد، فاحتكاكها الخارجي هيقل. صحيح. وبالتالي تأثير الدولار أو تأثير ارتفاع الفايدة على الدولار هتقل بالنسبة ليها. تمام. ده جزء. الجزء الثاني أن الدول مع ارتفاع الدولار تحاول أنها تزيد من قيمة القيمة الفعلية للعملة الخاصة بها من خلال زيادة صادرات بقى. يبقى الدولة النهاردة عملتها بتقل فأزود صادراتي بشكل ما. فالمحدد الأساسي هو علاقتي إيه بالعالم. لو انا فاتورتي بتزيد والدولار بيزيد، لا انا هتاثر، وكل ما ارتفع قيمه الدولار وارتفعت قيمه الفايده خارج الدوله هيرتفع الفاتوره، لان ارتفاع الفايده معناه ايه؟ في معدلات تضخم، وفي معناها ان انا فاتورتي هتزيد. يعني لو انا بستورد ب 10 مليار دولار، لا استورد ب 11 مليار، فيبقى في ضغط على العملة. ما هو علاقتي بالعالم دي اللي هي الاستيراد فقط، ولا حضرتك طبعاً تقصد الاستثمار كمان؟ الاستثمار والاستيراد. ما انا برضو انا عندي محددات كتير. عندي اول حاجه الاستيراد، لازم فاتورة الاستيراد في معظم الدول النامية بدأت تقللها وتخفضها وترشدها والإنفاق وترتيب الأولويات. صحيح. إن أنا أشجع الاستثمار لأن عايز أجذب أموال خارجية. فبالتالي بدأت الدول تدي حوافز استثمارية. طب ده نتج عنه إيه؟ إن البنك الدولي أعلن منذ حوالي تقريبا في أول إبريل إنه حجم الاستثمارات على مستوى العالم وتحرك رؤوس الأموال انخفض بنسبة 30 أو 33%. ده معناه أنه النهاردة الفلوس اللي بتطلع، أنا كمستثمر في إنجلترا عايز أطلع بالأموال بتاعتي أو أستثمر في لبنان، يجي بتاع إنجلترا يقول لي تعال أنت عايز تطلع ليه؟ عشان كذا. لا أنا هديك حوافز، هديك مزايا، هديك حزم تحفيزية. والاستقرار الاقتصادي عنده أعلى طبعا. فبدأ هو في الحالة دي حركة رؤوس الأموال مع وجود ضبابية في المشهد بدأت تقل. فأنا محتاجة عشان أجذب استثمار إن أنا أدي حزم تحفيزية كبيرة جدا. صحيح. للمستثمرين. بعد أزمة كورونا وفي عقاب أزمة كورونا حدثت أزمة أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية في. صحيح. أوكرانيا. هل النموذج الاقتصادي الغربي الرأسمالي أصبح مثار شكوك؟ باللي هو بدل ما يعتمد على الاكتفاء الذاتي، لا هو بيعتمد على جزء واحد من القطاعات الصناعية وممكن يستورد المنتجات الأخرى من دول تحديدا في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. لا، هو دول الاتحاد الاوروبي النظام الرأسمالي ما ثبتش فشل ولا حاجه، بس هو ما قلتش فشل يعني في تساؤلات. لا هو الرفاهيه الاقتصاديه هي اللي ما نعاني منه الان. بمعنى ايه؟ دول الاتحاد الاوروبي وجدت ان هناك رفاهيه او اوجدت نوع من انواع الرفاهيه الاقتصاديه، بمعنى انها لا تحاول انها تجهد ابناء شعبها. تحاول ان يتم الانتاج الجزء اللي هو الخاص المصالح والمتوائم مع البيئه داخل الدوله، والجزء الاخر اللي هو فيه صدام او فيه عمليات تصنيعيه او فيه كلفه عاليه، لان انا رفع مرتبات الاجور هناك بكلفه عاليه، بدا يوديه لدول تانية زي الصين او الهند او نيبال او دول اخرى، يصدر يطلع من عنده مصانع الحديد، مصانع الاسمنت، عشان يبعد ويفضي الدوله. يبقى دي نوع من انواع الرفاهيه الاقتصاديه. النهارده الشعوب الاوروبيه بتعاني من هذه الرفاهيه، انها وجدت انه لا كان لابد لها ان يكون لها عندها صناعه متكامله داخل نفس المنتج. ما ينفعش انتج انا عندي النانو تكنولوجي والهاي تكنولوجي، لكن انا بنتج 60 70% وبسيب 30% من الاله او المعده او السياره او الماكينه بينتج في دوله اخرى. فالتوقف في هذه الدوله وخاصه العالم كله عند دوله واحده اللي هي الصين. ولذلك لما كان حصل مشكله في وهان، قال لك وهان مخ العالم او عقل العالم توقف، لان كان المنطقه الصناعيه اللي بينتج فيها اكتر من 300 400 صناعه عالميه،
وبالتالي النهارده بدا العالم او الدول الاوروبيه بتسعى لايه؟ وده بداته من مايو 21 انها تسعى للاتي، انها يكون هناك خروج كثير من المصانع والماركات العالميه ليست فقط في الصين، لكن يكون عندها بدائل ودول اخرى. بدات تجي على مين؟ بنجلاديش، سريلانكا، بدات تجي على الهند، على نيبال، بدات تيجي على دول شمال افريقيا، بحيث انها توصل يكون عندها توزيع، لان برضه هو العقليه انا مش عايز اجهد ابناء شعبي، انا عايز مش عايز اي نوع من انواع تلوث البيئه، مش عايز ابقى عندي كلفه عاليه في المنتج، فالحاجات اللي فيها يعني هارد ورك او عمل تقيل لا انا هبعده بره وانا خليني انا في النانو تكنولوجي. طيب دكتور احنا يعني دلوقتي العالم رايح على فين؟ لانه الحقيقه دلوقتي في وده مش سؤال عام، انا اقصد هنا انه التوقعات دلوقتي بتقول، يمكن احنا امبارح حتى تمام بالتاكيد تابعت انه كان في خبر متعلق به انه اوكرانيا قد تعلن فعلا الحياد وتعلن صحيح. عدم انضمامها هي ابدت مرونة على وبعد كده خرجت تصريحات من روسيا بتقول انه الغرب هو اللي متعنت وان احنا مستعدين للحوار، يعني ده معناه انه اذا ما توصلنا الى بالفعل تفاوض، بتكلم هنا على الناحيه السياسيه، التوقعات الخبراء الاقتصاديين بتقول انه اصلا مساله ازاله تداعيات العقوبات حتى بعد وقف الحرب سنه هتاخد وقت سنه على الاقل. ليه لو بقى توقفت احنا عايزين الحرب نفهم اليوم فان هناك عام على الاقل لانهاء هذه التداعيات والاثار السلبيه. ليه؟ لان نتج عن هذه الازمه ايه؟ ان هناك زياده في معدلات الاسعار بشكل كبير. طب نتج عنها ايه؟ فمعدلات الاسعار دي مش بكره الصبح الحاجه اللي بتتباع ب 100 دولار هتتباع ب 80 دولار، استحاله. فده لازم يبقى هناك زياده في معدل مع ان سبحان الله الحاجه اللي كانت بتتباع ب 80 دولار تاني يوم على مستوى العالم لا مستوى العالم مختلف شويه. فالتخفيض ده هينتج عنه ايه؟ انه لازم عمليه العرض من السلع والخدمات يزيد. طب عشان يزيد يبقى حركه الانتاج تدور بشكل كبير. عشان تدور الدوره بتاعتها دي من 6 شهور ل 8 شهور. فعبال ما يتم اجتماعات وعبال ما يتم انهاء نزاعات وعبال ما يتم مد بقى سلاسل الامدادات، ما انت عايز ترجع انا دلوقتي مصنع اللي اصلا كان خامة. في مشاكل فيها يعني اجيب خامه يبقى لازم المينا، طب المواني بتاعت اوكرانيا ضربت فلازم تصلح المينا، وبعدين المركب تتحرك وبعدين تجي لي ابدا اشتغل عليها، يبدا يكون اتفاق مع اوبك واوبك بلس انه يتخفض اسعار البرميل البترول والنفط عشان يبدا حركه الانتاج تزيد وتعلى. فالحل للصراع اللي احنا فيه زياده الانتاج وترشيد الاستهلاك لغايه ما تبدا العجله تدور من جديد وتعود الحياه على ما كانت عليه في 2019. احنا بنتكلم حتى هذه الروشته للدول المتقدمه للدول الصناعيه الكبرى، الدول الناميه هتعمل ايه في هذه الازمه اذا ما توقفت هذه العمليه العسكريه وحصل مثلا اتفاق سلام زي ما ايمان كانت بتتكلم؟ ايه هي الخطوات؟ ايه هي الروشته اللي ممكن الدول الناميه تحت اولويات الدول الناميه علشان ترجع الامور عما كانت عليه في 2019؟ اولويات الدول الناميه لابد انه اي دوله بتسعى لتحقيق تنمو اقتصادي حقيقي لا عندها ثقيل رجلين كده تمشي عليهم، زراعه وصناعه. يبقى لابد من اهتمام بهذه المعادله مهم جدا. بمعنى ايه؟ ان انا ازود حجم الصناعه داخل الدول، لازم يكون هناك اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الصناعيه بشكل كبير. عندي توطين تكنولوجي دول تسعى ليه بقى النهارده؟ لا انا مش عايز يبقى فيه اعتماد الدول الناميه انها تعتمد على الاستيراد خاصه في المكون السلعي والجزء الهندسي من السلع عشان انتج منتج يبقى على الاقل 100% منتج محلي او منتج داخل هذه الدوله. نفس الكلام الزراعه، يكون هناك محاوله تحقيق اكتفاء ذاتي، ان شاء الله اكتفاء ذاتي جزئي، بدل ما عندي والله قمح 50% لا انا اخليه اكتفاء ذاتي ب 80 وعندي 20% بس اللي استورده، يبقى انا اقلل الفجوه الغذائيه بقدر المستطاع. ونفس الكلام في الصناعه بقدر المستطاع، يبقى دي الزياده، دول العاملين الاساسيين على الدول تمشي عليهم. في دول افريقيه وتحديدا قاره افريقيا كانت من القارات اللي تم التحذير بدرجه كبيره من تاثير وتداعيات طبعًا هذه الازمه طبعًا عليها. في دول اللي حضرتك بكل حضرتك بتتكلم فيه ده مش موجود عندها، وكان عندها صراعات وكان عندها ازمات ولا زالت عندها كل هذه الامور واثرت على فكره الانتاج وفكره التوطين وفكره التكنولوجيا وكل اللي حضرتك بتتكلم فيه. وهي اصلا كان عندها مشكله اداره الديون نفسها يعني حتى هل هذه الدول اللي هتواجه مجاعات وازمات زي ما كان زي ما كل الهيئات الدوليه بتحذر؟ لا، هذه الدول يعني طبعا يعني كان رفع عنها طبعا عندها مشاكل كثيره جدا، لكن عندها الى فكره ترتيب الاولويات
هذه الدول لديها ايرادات محققه ولديها مجموعه من الانفاقات. ترتيب الاولويات هو ده المهم، انها تدخل صناعه او تجذب استثمارات. والدول الافريقيه على المستوى يعني بقالنا بنقول 10 سنين تقريبا جميع الدول العالميه تسعى جاهده للدخول في الدول الافريقيه باستثمارات، لان الدول الافريقيه غنيه بالموارد الطبيعيه الخاصه بها، سواء كان بالمناجم والمعادن الموجوده، سواء كان بالمحاجر، سواء كان بالتربه الزراعيه، سواء كان بمصادر وموارد كثيره جدا يمكن استغلالها او حسن استغلالها بشكل افضل مما هو عليه الان. يعني في طرق لاداره طبعا اداره الموارد، لازم كل دوله تدير موارد، ما فيش دوله في العالم من غير موارد، حتى الدول اللي من غير موارد ما اليابان معظم الموارد عندها ضعيفه جدا. صحيح. لكن استطاعت انها بالموارد الضعيفه وباداره جيده انها تعيد صياغه الشكل للدوله والنهضه تصبح من التوب 20. صحيح. او توب 10 كمان. صحيح. اذا كان يا دكتوره منعم ان نتعلم من هذه الازمه، في ازمه كورونا دول العالم تعلمت انها لابد ان تنفق وتزيد من انفاقها في المجال الصحي والمجال الطبي والخدمات الطبيه وما الى ذلك. هل في يمكن القول انها في انه في هذه الازمه لابد ان نتعلم تحديدا في الدول الناميه، لابد ان الدول الناميه تتعلم ان تكتفي ذاتيا على الاقل من الحبوب والزراعه وما الى ذلك والسلع الاساسيه. الاكتفاء الذاتي والزياده في الصناعه، يمكن يعني الزياده في الصناعه ومساهمه القطاع الصناعي وفي الناتج المحلي داخل كل دوله لابد ان يزيد، يعني لا يقل عن 35 الى 40% من حجم الناتج المحلي داخل الدوله. ان انا انتج سلعه تكون منتجه صناعه محليه، ما يبقاش فيها 50% منها مكون اجنبي، يبقى انا برضه ما زلت اعتمد على المكون الاجنبي ب 50%، فلو الحاجه غليت انا البضاعه اللي انا بستوردها عشان ادخلها في المنتج عندي غليت، وبالتالي ما عنديش ما يطلق عليه امكانيه المنافسه بسعر منافس داخل الاسواق العالميه. فزياده الصناعه او الاهتمام بالصناعه والاهتمام بالزراعه وترتيب الاولويات داخل الدول، وايضا في نفس الوقت تشجيع الاستثمار وخاصه الاستثمار المباشر. بمعنى ايه؟ لان الاستثمار المباشر يعني ايه؟ يعني شركه او مصنع هيجي يتم فتحه، يعني معناها اشغل عماله، معناها ازود انتاج، افتح باب للتصدير، كل ده اقدر احصل ضريبه 20% او 25% او بعض الدول بتوصل ل 30% للموازنه العامه للدوله، فبالتالي هيكون حققت فوائد كثيره بتشجيع الاستثمار. طب الاستثمار هياتي عن طريق ايه؟ اسهل اجراءات تاسيس، اسهل اجراءات تراخيص، اسهل اعطاء الاراضي للمستثمر، ان انا ادي حزم تحفيزيه لي سواء كان تخفيض في سعر ضريبه، سواء كان منح بعض المزايا، رسوم جمركيه تقل، كل ده مهم جدا تستطيع الدول من خلاله ان تتبناه خلال الفتره القادمه عشان تتحول. لكن ما زال برضه نقول ان المحنه الموجوده في دي هي في نفس الوقت فيها منحه، منحه ان الدول تبدا انها تقلل او يعني تعيد صياغه حجم الدين لديها، تعيد صياغه مساهمه قطاع الصناعه وتزود، تهتم بقطاع الصناعه وقطاع الزراعه بشكل كبير جدا، تزود الصادرات، لان النهارده الدول الاوروبيه عندها شبه توقف في عمليه الانتاج، فانا استطيع ان انا كدول ناميه وكدول ناشئه انها تكون مبادره، لذلك الموضوع انها هي المشكله انه الازمه زي ما ممكن تقول هي جت مباشره بعد كورونا، بعد يعني حتى الدروس المستفاده من كورونا الدول ما لحقتش تطبقها. ما بين الازمتين ما فيش خمس ست شهور تقريبا. طيب هنا احنا بنتكلم عن الدول وبنتكلم عن الحكومات وبنتكلم عن الانظمه، باقي ان احنا نتكلم عن المواطن، بما انه ترشيد الاستهلاك جزء من كلام حضرتك ودي حاجه ضروريه جدا، وترشيد الاستهلاك لو هو دور منوط به او منوطه به الحكومات كمان منوط به المواطن، ويعني بقى دلوقتي فرض انه على مستوى العالم اتجهت الدول انها تنادي او تناشد المواطنين بترشيد الانفاق بشكل كبير عشان يقلل عمليه التضخم الموجود. لكن بالنسبه للدول الناميه ترشيد الانفاق بالنسبه لمين؟ للاسر او الطبقات المتوسطه وما دونها، الاقل من المتوسط ومحدود الدخل واصحاب الاحتياجات. اما اللي هم اصحاب الدخول المرتفعه لا، انا ناشدهم بزياده الانفاق مش بتقليله، لانه ده يعمل لي حاجه ايه؟ عشان ما يحصلش ركود. بالظبط، عشان ما يحصلش ركود، لكن مش كل الشعب يخفض، لا انا في فئات لا تتغدى بره كل يوم دي عشان ايه؟ يشغل الدنيا تشتغل. طب دي الفلسفه دي متروكه للناس ولا المفروض الحكومات هي اللي تقر؟ الوعي والتوعيه. انت بتدي وعي وتوعيه للناس، الثقافه، استبدال الثقافات، زي ما كان عندنا ما كانش عندنا ثقافه ان احنا نسلم بالايد والاحضان وما فيش لبس كمام تمام الماسك والكلام ده، النهارده الناس وصلت مرحله الماسكه الكحول. طيب. الماسك ده في الدول الناميه دكتور عبد المنعم، في الدول المتقدمه الدول التي كان او المواطن فيها كان لديه قدر كبير من الرفاهيه،
هل انخفضت يقدر يستوعب انخفضت فعلا؟ لا انخفضت انخفاض الانفاق انخفضت. الولايات المتحده الامريكيه تم الاعلان من خلال المؤسسه عندها انه البنك الدولي اعلن ده في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا الرحلات السفر انخفضت بنسبه 20%، الابتعاد عن العقارات انخفض بنسبه 20%، النقل والانتقالات انخفض ب 9%، الانخفاض في الطلبات الاوردرات اللي هي الخارجيه الدليفري والكلام ده انخفض بنسبه 16%. كل ده يمكن تم رصده خلال شهر ابريل وشهر مارس في الولايات المتحده الامريكيه، فمعنى ذلك ان الشعوب بدات تنخفض. رئيس وزراء انجلترا نادى وناشد المواطنين بتخفيض وترشيد الانفاق بشكل كبير عشان يبدا هناك يعيد صياغه التضخم اللي موجود لديه. على اي حال احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك وعلى المعلومات اللي حضرتك قلتها. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم. شكرا ليك يا ايمان. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الاعزاء على طيب المتابعه. كانت هذه نهايه هذه الحلقه من حديث الاخبار. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.